خد بالك في موضوع تاني مهم جدا اسمه البايندينج. ايه موضوع البايندينج دون؟ قال لك خد بالك من حاجه مهمه، انت عندك الداتابيز، الداتابيز اهي فيها بيزنس كومبوننت اهو اكس ام ال فايل، وفي عندك الصفحه بتاعتك. كويس، الصفحه بتاعتي اهي، ركز معايا كده اهي، كليك يمين اهو، نيو بيج، نيو بيج، ايوه هقول لك هنا شو ماشي كده، محتاج بين، يلا نخليها بين بحيث لو كتبنا اكواد ولا حاجه، واقول له هنا اهو بينز، ماشي كده اهو، وصلت الفكره. كويس، وبعدين الصفحه ايه وعليها انبوت تكست. كويس قوي اهو، انبوت تكست اهو، اهو انبوت تكست، حلو. عايزه يجيب بقى بيانات الاداره، عايزه يجيب بيانات الاداره. هنقول لي قال لا، طب يا باشمهندس طب انا ممكن اعمل كده اهو، ادي الديبارتمنت، ايوه ممكن اروح اسحب الدي نيم على انه انبوت تكست اهو، اهو ايه المشكله يعني اهو، وهيعرض البيانات، يعمل رن كده وشوف اهو. معايا اهو اهو اهو، قال لا اشمعنى ده جاب بيانات، ده جاب بيانات الاداره وده ما جابش، صح ولا لا؟ يعني ما هو ده انبوت تكست وده انبوت تكست، ايوه ما هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. ايه؟ ان انت عندك هنا انبوت تكست وهنا انبوت تكست، بس في هنا حاجه اسمها لاير اسمها البندنج، هي اللي بتقول ان الانبوت تكست ده اهو هيجيب من الاتريبيوت الفلاني. اللي بيعمل الموضوع ده اوتوماتيك، اوتوماتيك بيحصل من خلال حاجه اسمها الداتا كنترول. ايوه انت لما سحبت راح هو ربط لوحده، الداتا كنترول دي هي ربطت الدنيا كلها. ربطت ازاي؟ لو رحت هنا يا فندم، ايوه اهو، يبقى الجزء الاولاني ان في حاجه اسمها الداتا كنترول، اهي داتا كنترول هي اللي عملت الانبوت تكست على الصفحه. كويس، هي اللي عملت الانبوت تكست على الصفحه، ماشي كده. كويس، وبعدين طيب الانبوت تكست لما اتعمل هيجيب منين؟ ده الجزء الثاني اللي هو الاكسبريشن لانجوج، اهو اهو، ادي الانبوت تكست، ادي الفاليو اهي، قالت له روح 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 على الخاصيه بتاعت الدي نيم، ايوه هات الفاليو بتاعتها. امال ايه بيندنج دي؟ مكان الخاصيه. خد بالك بقى، لو عملت كليك يمين على الصفحه، جو تو بيج ديفينيشن، جو تو بيج ديفينيشن، ايوه هي اللي بتقول منين يودي على فين. يعني ايه؟ ادي الصفحه بتاعتي اهي عليها شويه عناصر، طب العنصر ده بيجيب بياناته منين؟ طب الجدول ده بيجيب بياناته منين؟ مين اللي يقول الديفينيشن؟ هي اهي، ودي معنى كلمه بيندنج دي، اللي الفاليو، فاليو اهي، الفاليو اهي، الفاليو ده اهي اللي هي هيجيب قيمته من دي نيم موجوده في البيج ديفينيشن اهي، بايندنج اهي، بايندنج دي معناها روح على البيج ديفينيشن، الكلمه ده اهي كانه بقول له روح على البيج ديفينيشن في الجزء بتاع البيندنج، هات الانبوت فاليو بتاعتك. وصلت الفكره يا شباب؟ طبعا انا ممكن اعملها يعني هي عملت لوحدها، بس انا ممكن اعملها اكتبها بايدي، بس دي حاجه نادرا يعني، ماشي كده. طيب يعني انت عامل لوحده، اه طب افرض انا رحت على هنا اهو، على الانبوت تكست ده، قمت رايح مسحه اهو، وقمت رايح هنا مش هلاقيه، صح ولا لا؟ خلاص اتمسحت، وصلت الفكره. طيب على انا عايز اعملها بايدي، اروح على البندل اهي، اقفل اهي، كليك يمين، جو تو بيج ديفينيشن. لو انت ما كنت سحبت حاجه، يعني بص لو انا عامل صفحه جديده اهي، جديده خالص اهي، نيو بيج اهي، مش عايز بين ماشي اهي، صفحه اي كلام، وقلت له جو تو بيج ديفينيشن، هيقول لك مالهاش بيج ديفينيشن. ليه؟ لانك انت مش يعني ما سحبتش عليها حاجه من الداتا كنترول، لكن لما تسحب تتعمل اوتوماتيك، يعني كل ده بيحصل اوتوماتيك. طيب لو انا عايز اعملها بايدي، اروح على الجزء بتاع البايند، اقول له هات لي اتريبيوت، اوكي، يقول لك الاتريبيوت ده انت عايزه منين؟ اقول له والله ده انا عايزه من ال اي حاجه، من ال اسمه ايه ده؟ الام بي فيو واحد. كويس، يقول لك طب انت عايز ايه بقى من الام بي فيو واحد؟ الاي نيم اهو، اهو اتعمل اهو. طب انا عايز بقى انبوت تكست اهو، اروح على الفاليو اهو، اكسبريشن بيلدر اهي، اروح على البندنج البيج ديفينيشن اهي، الاي نيم، الاي نيم في خاصيه اسمها انبوت فاليو، بدل ما تدور عليها بقى انبوت فاليو اهي، اللي هي موجوده تحت، تدور عليها بقى بدل ما تدور اكتبها على طول، ماشي كده اهي،
امسح دي بقى خلاص كده انبوت فاليو. اوكي خلاص وصلت الفكرة، وصلت الفكرة بس كده. اعمل رن هتلاقي الصفحة شغالة زي الفل. وصلت الفكرة؟ عرفت يعني ايه البيج ديفينيشن؟ يعني شغالة. وصلت الفكرة يا شباب؟ طيب كويس قوي قوي قوي. يبقى هنا، يبقى هنا ان يقول كمان، يبقى هنا من خلال الداتا كنترول والاكسبريشن لانجوج بتجيب من ايه؟ من اتريبيوت معين. ماشي كده يا شباب؟ في اي مشكله؟ طيب كده يبقى احنا عرفنا الدنيا ماشيه ازاي. طيب حاجه اخيره، لو انا ممكن اعملها بايدي او اي حاجه، بس ايه استحسن انت ايه تستخدم الداتا كنترول. لو انا سحبت الديبت فيو اوبجكت على انه جدول اي دي اف تيبل، اهو 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 شوف بقى بيجيب من ايه. كانسل كانسل، عايزين نسحبه على الفيو اهو على الفورم تيبل اي دي اف تيبل اهو 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 ماشي كده حلو. الفاليو بقى بيجيب منين؟ اهو من ديبت فيو الجدول. الجدول ده حاله استثنائيه مع الجدول، بيجيب ايوه من الديب من الفيو اوبجكت. الفيو اوبجكت دي جواها حاجه اسمها كوليكشن موديل، اللي هي مجموعه من الصفوف، مجموعه من الايه؟ الصفوف. طيب الصف الواحد بيحطه فين؟ بيحطه في متغير اسمه رو، يعني كل ريكورد بيتحط في متغير اسمه رو. ده هنستخدمه، ده مع الجدول بس، استثنائيه مع الجدول ماشي، لكن مش الانبوت تكست ماشي. طيب كده يبقى الجدول عملناه. طيب وعرفنا ان هو بيطلع، شايف كل حاجه بتحصل لوحدها. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحط كولوم كده اهي عشان نكتب اكواد. بس قبل ما نحط الكولوم عايز اوريك حاجه. ايه؟ ادي الفيو اوبجكت حلو، وادي العنصر اللي هو الاي نيم كويس. بيجيبه منين؟ ما هو واحد يقول لي افرض انا عملت الصفحه وبعد 20 سنه عايز اعرف هي بتجيب منين؟ اهي كليك يمين جو تو بيج ديفينيشن. يا ترى الجدول ده اللي هو الديبت فيو، هل هو ديبت فيو ده ولا ده؟ مش عارف. اهو اهو كليك يمين جو تو بيج ديفينيشن، او من هنا على طول اهي اهي، سواء من هنا او هنا كليك يمين جو تو بيج ديفينيشن عادي. لو وقفت هنا شوف هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان الديبت فيو ده اهو بيجيب من ديبت فيو واحد. اهو عرفت هو بيجيب من ايه. طيب الديبت فيو واحد ده جمله سيلكت بتجيب منها بيانات صح ولا لا؟ طيب والمفروض ان هو يعرضها على الصفحه اللي هو الديبت فيو ده اهو، يبقى ده الديبت فيو اللي معروض على الصفحه، وده الانستنس اللي بيجيب له البيانات. طب مين اللي بيجيب الصفوف من هنا يوديها على الصفحه؟ حاجه اسمها الايتريتور. الايتريتور ده الجزء بتاع الايه؟ التنفيذ ماشي، اكزيكيوتابلز، هو المسؤول عن الفيو اوبجكت. الايتريتور هو المسؤول عن الفيو اوبجكت، مسؤول عن الروز بتاعت الفيو اوبجكت. فبيجيب من هنا يودي هنا، يجيب من هنا يودي هنا وهكذا. شفت الرابطه دي؟ واظن مفيش فيها حاجه، ده الفيو اللي على الصفحه وده الانستنس، ده اللي بيجيب البيانات، يقوم الايتريتور واخدها موديها فين؟ على الصفحه. ماشي كده يا شباب؟ طيب كويس جدا، يبقى ده الدنيا هنا مفيش فيها مشكله. طيب عايزين نعمل ايه بقى؟ بص معايا، هنروح نحط ايه؟ عمود كولوم كولوم اي دي اف اهو، ونحط عليه بطن 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 بطن. حلو جدا اهو، واروح اضغط كليك عليه. انا عايز لما اضغط عليه يقول لي اسم الاداره اللي انا واقف عليها. انا دلوقتي بشرح مثال مهم جدا، كيفيه الوصول، كيفيه الوصول الى بيانات الصف اللي انا واقف عليه. دي هتلاقيها فين؟ اهي 17 ماشي. بص بقى هتلاقي هنا ايه؟ ادي الكود اهو، كود بسيط جدا ومفيش فيه اي حاجه. عايز اوصل لبيانات الصف اللي انا واقف عليه، فهروح اعمل ايه؟ اهو اهو بس نعمل امبورت اهي للي في الموديل بس كده. الروز اللي موجوده في الجي بي او، وانت انتر وانت وريفورمات ينسق الدنيا. بص بقى بص بقى ايه، انا عايز اوصل للصف الحالي. عشان توصل للصف الحالي يا شباب، عشان توصل للصف الحالي لازم من خلال الايتريتور. الايتريتور هو المسؤول عن الفيو كويس. طب اوصل للفيو او اوصل للالتريتور ازاي؟ قال لك من خلال البيج ديفينيشن. طب عشان تجيب البيج ديفينيشن اهي بيقولوا عليها في الـ في الـ في الران تايم، بيقولوا عليها كونتينر بايندنج كونتينر. ده الايه؟ ده البيج ديفينيشن.
يقول عليها بايندينج كونتينر عشان تجيبها من خلال الصفحه الحاليه. بقول له هات لي البايندينج بتاعها، رجع لك باوبجكت. الاوبجكت ده بقول له ايه بقى؟ ده مين؟ ده البيز ديفينيشن. اقول له هات لي الايتريتور، فايند ايتريتور اللي اسمه، اقوم جايب اسم الايتريتور اهو، اجيب اهو 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 اسم الايتريتور بس خلاص اهو حطيته هنا خلاص تمام. جيت كرنت رو يجيب لك الصف الحالي، او في هنا في الايتريتور جيت فيو اوبجكت يجيب لك الفيو اوبجكت بتاعت الصفحه الحاليه، يجيب لك الفيو اوبجكت بتاعت الصفحه الحاليه اللي موجوده قدام اليوزر ماشي. ممكن تقول له ايه؟ جيت فيو اوبجكت دوت اكزيكيوت، ده لو انت عايز تاكزيكيوت كويري معايا، اكزيكيوت كويري عشان انت تعمل لها ايه؟ تعمل لها او تعمل لها ايه يعني ريفريش ماشي، او تقول له كرييت رو عشان تعمل رو جديد معايا، او ريموف كرنت رو عشان يمسح صف، وهكذا. وصلت الفكره؟ فانا مش عايز كل ده، انا عايز ايه؟ ها جيت كرنت رو يجيب لك الصف الحالي وبيرجع برو بس كده. جاب لك الصف اللي اليوزر واقف عليه، منه اجيب اسم الاتريبيوت اهو، هات لي بقى يا رو هات لي الاتريبيوت اللي اسمه دي نيم طبعا، وطلع رساله لليوزر باسم الايه؟ الاداره اللي هو واقف عليها. اظن الموضوع ماهيش فيه حاجه. الفكره ازاي اجيب البايندنج اهي، وازاي اجيب الرو الالتريتور اهو، ومن الالتريتور بقى اجيب الفي اوبجكت واجيب الكرنت رو واعمل اللي انا عايزه، ومن الرو اقول له هات الالتريتور اللي اسمه كذا. اظن الموضوع بسيط، بقول له ران، تلاقي مفيش اسهل من كده. كيفيه الحصول على الصف على الصف اللي انا واقف عليه ماشي. هنضطر بقى نعمل رن من الاول، نعمل رن من الاول هتلاقي الدنيا ماشيه مفيش فيها اي مشكله. لو عملت رن واقف على الريسيرش اهو، لو ضغطت على البطن هيقول لك الاداره اسمها ايه؟ ريسيرش. لو وقفت هنا هيقول لك الاداره اسمها سيلز، وهكذا. وصلت الفكره يا شباب؟ موضوع ان انت تجيب بيانات الريكورد اللي انت واقف عليه ده موضوع مهم جدا. بكده يا شباب لسه بس ايه فيديوهين. ايه موضوع اللي هو موضوع السكين ماشي، ده موضوع ما ياخدش ربع ساعه، موضوع بسيط جدا ونشوف هنتعامل معاه ازاي. والموضوع الاخير بتاع اللوجن والسكيورتي ده برضو موضوع فارغ، لو انا عايز اليوزر يخش وما يخشش بالصلاحيات ماشي. الانترناشوناليزيشن والابلود والداونلود كل دول موجودين على على الشانل بتاعتي. فانا انصحك تخلص الفيديوهات ماشي وتخش على دول على طول، ما تستناش الفيديوهين دول ماشي كده ماشي. دول مش هيعطلوك في حاجه، ده ساعة الزمن وده ربع ساعة ماشي يا شباب. اهو خش على اليوتيوب، تقدر تخش اهو اليوتيوب اهو، ركز معايا كده ماشي ماشي. اكتب هنا ابراهيم القداح اهو اهو، هتلاقي هنا مواضيع اي دي اف توبكس اهي اهي اهي، يهمني فيها الاتي وين يو اهو، هات بس كده كلهم اهي، يهمني فيها قدامك اهو عشان بس الموضوع يبقى واضح ماشي كده. يهمني فيها الاتي، يهمني فيها الاتي، ركز معايا ماشي اهو. هتلاقي عندك حاجه اسمها الابلود وداونلود ايمج اهي، هات الابلود والداونلود ماشي كده. يهمني فيها كول ريبورت، يهمني فيها كاسكيدين جلاف والانترناشوناليزيشن. وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ كده الدنيا ماشيه كويس. تخلص ماشي ان شاء الله. لسه لنا فيديوهين، الفيديوهين دول عباره عن السكن واللوجن والسكيورتي، ان شاء الله في اي وقت باذن الله نرفعهم، يبقى كده الدنيا خلصانه كويس. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.